إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الحساسية الموسمية. الحساسية الموسمية التي تسمى أحيانا بحمى القش طبعا ليست عبارة عدوى أو مرض ناتج عن كائنات حية غازية، وإنما هي عبارة عن ردة فعل الجسم عن وجود جزيئيات مجهرية الحجم مثل حبوب اللقاح. الجزيئيات ذات اللون مثلا الوردي أو الأصفر، وممكن تكون في هذه تكون في النباتات أو بعض المخلوقات الحية. طبعا قد تتضمن أعراض الحساسية الموسمية مثل العطس ودمع العيون وسيلان أو انسداد الأنف، قد لا تحدث إلا في يعني في الربيع أو الخريف. قد يقوم الأطفال بفرك أنوفهم باستمرار باستخدام راحة اليد. أيضا مؤشر هذا على إصابتهم بالحساسية. طبعا لا يوجد علاج شافي من الحساسية الموسمية، ولكن يوجد هناك طرق للمساعدة في السيطرة على الأعراض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.